أنواع مختلفة من المخدرات، بينها أكثر من 30 طن من مخدر الشيرة، وأكثر من 75 كيلوغرام من مخدر الكوكايين، وأكثر من 25 مليون قرص مهلوس من الأقراص الطبية المخدرة المهلوسة، و 10 ملايين من السجائر المحرمة، وما يفوق 138 كيلوغرام من مخدر الكيف، وكذلك ما يقارب 100 كيلوغرام من سحوق الطابة بشتى أنواعها. وكل هذه المخدرات هي ثمرة للمجهودات المبذولة من طرف جميع عناصر الضابطة القضائية لمحاربة جرائم مرتبطة بالمخدرات، وكذلك جرائم مرتبطة بالاقتصاد. ناجي رئيس مكتب المصالحات والمتابعات القضائية من ناحية طنجرة المتوسطي، في إطار المجهودات التي تقوم بها إدارة الجبال وكانت مصالح الجمارك والشرطة العاملة من ناحية طنجرة المتوسطي برسم كميات كبيرة من المخدرات، بناء عليه تقدمت مصلحة المنافعات بميناء طنجة المتوسطي بطلب إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة من أجل إتلاف الكميات التالية: أكثر من 17 طن من مخدر الشيرة، أكثر من 75 كيلوغرام من مخدر الكوكايين، وأزيد من 25 مليون قرص مهلوس، وأكثر من 10 ملايين سجارة. وبناء عليه تشكلت لجنة تتكون من ممثل إدارة الجمارك وممثل عن الشرطة القضائية وممثل السلطات العمومية وممثل الدرك الملكي وممثل وزارة الصحة وممثل الوقاية المدنية.